مستمرين معاكم مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اكدنا وقلنا مكسب مهم جدا ورساله للجميع الحقيقه، بنتمنى النادي الاهلي يستمر على الرغبه والروح الكبيره والشخصيه اللي احنا شفناها الحقيقه في اخر اللحظات. مشوار مهم جدا في البطوله الافريقيه ولسه عندنا شوط كبير في القاهره. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد. كان اتكلمنا وقلنا التحضيرات والترتيبات من القاهره، المباراه الوديه كان مردودها كبير جدا، اما بنحسب في النهايه بالفرحه كبيره للجمهور وبتدي رساله للجميع وبتدي رساله لكل جمهور النادي الاهلي. شايف الجيم النهارده ازاي والمكسب بيمثل للنادي الاهلي؟ يعني هي طبعا واحده من اللقاءات الصعبه رغم انها في البدايه دور ال 32، لكن ممكن بمقياس القوه وميزان القوه اعتقد ان ممكن المباراه دي كانت اتاخرت شويه في ادوار ثانيه، لكن هي دي القرعه. يعني مباراه صعبه في اجواء صعبه مع فرقه مش سهله، خسرت الدوري التونسي في اخر ثلث ساعه السنه اللي فاتت على فكره، كانت ممكن هي اللي تبقى بطله الدوري التونسي، لكن جمهورها واجواءها خلى من اللقاء صعوبه كبيره. يعني الحمد لله رب العالمين مكاسب كويسه، لكن في النهايه هي نقطه اولى في كتاب كبير لسه ممتد لاخر السنه باذن الله. الشوط الاول انتهى، الشوط الثاني في القاهره محتاج تحضير اكبر يا كابتن سيد، لان اكيد الفرقه دي هيكون عندها الرغبه ويبقى عندها الدافع. هنحضر ازاي؟ مستر كولر كمان يعني البدايه كمان ليه موفقه جدا. نفس الكلام، احنا عندنا تمرين بكره وبعد كده هيبقى في راحه يوم الثلاث، وبعد كده هنكمل استعدادنا للمباراه يوم السبت الساعه 6 ان شاء الله الرحمن، يوم 15 على استاد السلام والاهلي وي. فان شاء الله الرحمن باذن الله يكون موفقين باذن الله تعالى، ونتعامل من اللقاء بمنتهى الجديه والايجابيه، وخطوه قبل بدايه الدوري والقرعه اللي اتعملت النهارده ودخولنا في الدوري المحلي. يعني زي ما قلت لك هي نقطه في من اول السطر كده، وبعد كده هنخش في معمعه الدوري واللقاءات المحليه، وان شاء الله الرحمن بس نعدي المباراه الثانيه، لان هي رغم ان احنا كسبنا فوز كويس ومستحق وكل حاجه، لكن هي لسه بطاقه التاهل في القاهره باذن الله. اخيرا، جمهور النادي الاهلي رغم قله عدده تاثيره ومردوده كان كبير جدا يا كابتن سعد على لعيبه النادي الاهلي. تأكيد يعني جمهور النادي الاهلي في كل مكان يعني، فبشكرهم طبعا، وفي النهايه هقفل برضه الصفحه، وده اللي قاله الراجل على طول بعد اللقاء. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ، وعوده ليك من جديد، والكابتن ايمن شوقي.